التمرين رقم 13 تقرأ لذوني، لذوني راه باينين. السؤال الأول قال لي تحقق أن لامدا تساوي، لامدا تساوي السؤال الأول، السؤال الأولاني تعرف بأن لامدا هي إلين جوج مقسوم على مدى على تي أن دومي. لا فالور ديال تي أن دومي كاينة في التمرين ديال الكربون 14 راه كاينه، هي تي ان دومي، تي ان دومي، تي ان دومي هي 5570 سنه. غتخليها في السنه كالكولاتريس غتحول جور 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 جور. سنه راه مكتوبه في الورقه هي 365 يوم، غادي تضرب هذيك في 365 وغادي تحولها لجور وغتعطي لا فالور جور موازا. السؤال الاول ما فيه حتى مشكل. السؤال الثاني، السؤال الثاني قال لي تحدد بالوحده جور عمر خشب السفينه، عمر خشب السفينه. الى قريتي لي دوني اش قالوا لي؟ قالوا لي اخذت عينه من خشب حطام سفينه. معنى ان كانت عندنا واحد السفينه، السفينه غرقات، دابا السفينه غرقات خداو الحطام ديالها، الحطام معناها تتكلموا على واحد السفينه غرقات. اعطى قياس النشاط الاشعالي هذه العينه عند لحظه تلقينا، خداو خداو هذا الحطام، هذا خداو الحطام، خداو منه واحد الكتله، الكتله بيان سور خداو الكتله من لا ماتير، من شنو صايبها الخشب، مشاو للخشب خداو واحد العينه منه. هذيك العينه اللي خداو منه داروا لها التحليله في واحد اللحظه، تاعها واحد اللحظه ملي داروا العينه لقوا بان فيها 21 واحد الا 21 فاصله 8 بيكرل. يعني داروا قياس النشاط الاشعاعي ديال واحد الكتله معينه بلا ما يقولوا شحال، واحد الكتله معينه من الخشب ديال داك الحطام السفينه، ماشي السفينه باقا مزيانه، حطام مزيانه. اش قالوا لي؟ قالوا لي اعطى غير باش تفهموا هما اش بغاو. دابا الهدف كله مناش، كانت عندنا واحد السفينه، كانت عندنا سفينة مصايبة من الخشب، يعني صنعوها الصنع، تصنعات في واحد اللحظة تيقالها زيرو، وهي تغرق، تصنعات في تيقالها صفر، أش وقع ليها؟ غرقات. بغاو يعرفوا شحال ديال الوقت داز على الغرق ديالها، هذا هو اللي في العنوان، قال لك حدد عمر خشب السفينة، العمر خشب السفينة، العمر ديالو ماشي هي شحال باش تصنعات، شحال تاع الوقت داز من الغرقات بالتقنية ديال الكربون 14. علاش؟ لأن السفينة هذه مصايبة من الخشب، تتعرفوا بأن الكائنات الحية تمتص الكربون 14 من الطبيعة، حنا والخشب وكل شيء يمتص الكربون 14، ولكن نسبة الكربون 14 بالنسبة للكربون 12 تبقى ثابت. انا دابا حنا راه نسبه الكربون 14 ديالنا ما غاديش تنقص، ولكن ملي تنموتوا ولا السفينه غرقات الخشب غرق تتوقع على ديزانتيغراسيون ديال الكربون 14، تتوقع يعني دابا من هنا حتى لهنا دابا غير تغرق، ملي غرقات هذه دابا هذه الصنعه، هذا هو الصنع، ولكن هنا الغرق نيت بحال صنعوها وهي تغرق. دابا هنا الغرق ديالها غادي يبدا الكربون 14 تنقص، كاينه اون ديزانتيغاسيون، خصهم يعرفوا هاد التي هادي كيف غيديروا ليها. غادي نمشيو للعلاقه راكم عارفينها ا في واحد اللحظه تي هي ا زيرو اكسبونونسيال موال لامدا تي. انا قلت دابا صنعوها وغرقات، ممكن يكونوا صنعوها وخدمات واحد المده وهي تغرق، ولكن اللي تيهمني انا هي ان نهار غرقات اللحظه تي ايكال اكوا، تي ايكال ا زيرو. في الاشكال لامدا حسبناها، شتي هاد ا هادي هي نشاط العينه مشيعه ديال واحد القطعة ديال الخشب في اللحظه تي راه عطيوها في التمرين. في الاشكال بقى في ا زيرو، شكون ا زيرو؟ هي نشاط عينه مشيعه ديال واحد القطعة ديال الخشب ديال السفينه في اللحظه صفر، يعني مازال ما غرقاتش، كيفاش غيعرفوها؟
تياخذوا الخشب اللي جبدوه من هنا، الخشب ديال السفينه تيقلبوا على بحالو، تيتسمى واحد العينه مرجعيه لي شونتيون تيموان، تيقلبوا على داك الخشب خصهم يقلقوا بحالو، عندهم تقنيات. ملي تيلقاو بحالو تياخذوا نفس الكتله اللي خداو من هذا، اذا غادي يمشيو يقلبوا على واحد العينه ديال الخشب مرجعيه اللي تتشبه الخشب راه مصايبه السفينه، وغادي ياخذوا منه نفس الكتله اللي خداو من هنا من الحوطان، غيحللوها وغتعطيهم ازيرو. ازيرو كاينه في التمرين، راه معطيه في التمرين، قال لك جبد لي تي، اش غندير؟ غادي ندير ازيرو اكسبونونسيال مو لامداتي، دخل الان تولي الان ا على ازيرو هي مو لامداتي، وغادي نحسب انا لا فالور دو تي. راه معطيه في التمرين ازيرو، معطيه في التمرين لامدا حسبتيها، غادي تحسبوا لا فالور دو تي، غتلقاو الى بقات الى بقى العقل ديالي تينفعني 2200 تقريبا و22 سنه، يعني ان العمر ديال هذا الخشب هذا هو 2222 سنه، معنيتها ان من نهار غرقات ديك السفينه في البحر داز عليها 2222 عام باش غرقات. اش غايقول لك دابا في السؤال الثالث؟ قال لك دابا في السؤال الثالث هاد السفينه دابا هاد التحليله دابا اللي داروا هنا داروها في سنه 2000 ميلاديه، يعني في سنه 2000 ميلاديه داروا لها التحليله، قال لك اش من عام غرقات؟ كي غنديروا ليها دابا حنا قلنا في 2002 خصنا نرجعوا للور، شحال تاع الوقت دوز، شحال تاع الوقت داز من هنا لهنا؟ 2222، يعني اش غندير؟ غادي ناخذ دابا هنا، دابا هنا التحليله اللي داروا هما الدراري، التحليله داروها في 2002، واش 2002 ولا 2000؟ اسمحوا لي 2000، اسمحوا لي 2000 ميلاديه، 2000 هذه راه الميمه ميلاديه، سنه 2000 ميلاديه، ولكن شحال داز ديال الوقت من نهار غرقات؟ داز 2222 سنه. اشنو هي القيمه اللي غتكون هنا الا زدنا على هذه تعطينا هذه؟ سميها اكس، يعني خاصك اكس هاد القيمه تزيد على 2222 باش تعطيك 2000 ميلاديه في الاخر، غتولي اكس هي 2000 ناقص 2222، غتلقاو تقريبا واش هي هذه ولا تقريبا ناقص 222، اذا هاد السفينه غرقات في سنه ناقص 222 سنة ميلادية. كاين اللي غيقول لي استاذ وعلاه بعدا كاين سالب؟ بيان سور كاين سالب. اش تتعني ناقص 222 سنة؟ يعني غرقات قبل الميلاد ب 222 عام قبل الميلاد، لأن ملي تنقولوا هنا التواريخ يعني راه كاين الزيرو، أصل المعلم زيرو، يعني أن هذا العدد جا قبل زيرو. شكون هي صفر ميلاديه؟ اش تنقولوا صفر ميلاديه؟ هو بدايه، هو الميلاد المسيح عليه السلام، يعني هنا هي الميلاد، الميلاد المسيح هو الزيرو، بما ان لقيتي انت ناقص اذا هي غرقات قبل ما يتولد المسيح عليه السلام، اذا انت غتقول ليه تم اكتشافها في سنه 222 قبل الميلاد، غتقول 222 قبل الميلاد. هذا التمرين رقم 13. التمرين الموالي، التمرين غندوزو دابا 14، التمرين 14. التمرين 14 إلا قريتو لي دوني الدراري، قال لك نجد الرصاص والأورانيوم بنسب مختلفة في هو دابا بغاو يديرو التأريخ ديال واحد الصخرة. قبيلة درنا التأريخ ديال جد الخشب اللي في السفينة، دابا لا واحد الصخرة حجرة. نجد الرصاصة والأورانيوم بنسب مختلفة في الصخور المعدنية حسب ما كاين مشكل نعتبره. أن تواجد الرصاص في بعض الصخور المعدنية ينتج فقط عن التفتت تلقائي للأورانيوم 238 خلال الزمن. نتوفر على عينة من صخرة معدنية، هانتوما الصخرة هي هادي حجرة. هاد الصخرة المعدنية تحتوي عند لحظة تكونها التي نعتبر أصل التواريخ، دابا الصخرة تكونات في واحد اللحظة تي إيكالا زيرو، أش فيها؟
قال لي في واحد العدد النواة ان زيرو ديال من ديال اليورانيوم عطاونا 92238. اذا هاد الصخره هذه فيها نواه ديال اليورانيوم. قال لي يا سيدي هذه في اللحظه صفر، في اللحظه صفر. دابا يعلم الله اش غيكون في هاد الصخره هذه، يعلم الله اش غيكون فيها في واحد اللحظه تي. ولكن راه قالوا لي قبيله بان اليورانيوم يتفتت، راه مكتوبه الفوق. قال لك يا سيدي شوف السطر الثاني، نعتبر ان تواجد الرصاص في بعض الصخور المعدنيه ينتج فقط عن التفتت التلقائي لمداليه للاورانيوم. بغى يقول لي بان هذا اليورانيوم اللي هنا، هذا اليورانيوم، هذا اليورانيوم اللي كاين هنايا اش غيوقع؟ غيتفتت، ومن غيتفتت في التمرين غيعطينا الرصاص، الرصاص هو البيبي. يعني اش غيوقع؟ مع المده عدد النواة ديال اليورانيوم غيبدا ينقص، ولكن راه قالوا لي بان غيتحول لمدى البي بي. اذا كاين البي بي هو هذا، هذا هو دابا البي بي، هو البي بي، ولكن هذا هو اليورانيوم اللي غيبقى، اليورانيوم كيغاست. يعني ان هذا النواة اللي كاينين دابا هنايا ديال اليورانيوم واحد العدد منهم غيمشي بحالو وغيتحول الى البي بي بالزرق. يعني ان في اللحظه تاش غادي يولي عندك في هذه الصخره هذه، غادي يولي فيها اليورانيوم المتبقي اللي غيبقى ليا اليورانيوم، ولكن غادي يولي عندك الرصاص المتكون لو بي بي فورمي. يعني لو بي بي تيتكون تيتفورما، ولكن اليورانيوم غيبقى شايط. هذا اليورانيوم هذا عدد النواة المتبقي ديالو غنسميه ان ديال اليورانيوم في واحد اللحظه، اما ديال البي بي غنسمي عدد النواه البي بي عند اللحظه تي، ولكن فورمي. هذه سميتها عدد النواه اللي غير شيطليه تاع اليورانيوم، ولكن هذا عدد النواه اللي غيتكون ديال البي بي. تيبان لي التمرين واضح. نكمل الله الا سمحتوا لي. قال لك في اللحظه تي عطاونا معلومه، قال لك عندنا 10 الغرامات ديال اليورانيوم، 10 الغرامات عطاو لينا هذا. شتي هذا عطاوني الكتله ديالو، الكتله ديالو قالوا لي اخويا تكونت 10 غرام، والبي بي تاعو عطاونا شحال غير شويه 0.01 غرام اللي تكونت من الرصاص. عطاونا تي ان دومي، كاين تي ان دومي في التمرين. تي ان دومي ديال من؟ الا قريتوا لي دوني الله يرضي عليكم، لنويضات الاورانيوم. راه كاين تي ان دومي الاورانيوم عطاوها لينا بماذا؟ بالسنه. وعطاونا تبيتا أفوكادرو الكتلة المولية. السؤال الأول، السؤال الأولاني قال لي حسب النشاط الإشعاعي ديال النشاط الإشعاعي وحسب قيمة النشاط، ولكن ديال واحد الكتلة اليورانيوم اللي تساوي 10 الغرامات. قال لي حسبها لي، حسب لي، حسب لي هذه الطريقة اللي غندير. غندير أ هي لامدا مضروبه في ان، راكم عارفين هاد لا فورمولا هادي. شكون هي لامدا؟ ال جوج على تي ان دومي، راك عارف هادي عدد النواه باش دوز الكتله. تنعرفوا بان ام صغيره على ام كبيره تساوي ان على ان ا. جبد ان من هنا غتعطينا ام في تابيتا افوكادرو سوغ لا ماس مولير. هاد لا ماس مولير ديال من؟ ديال اليورانيوم. ال جوج الحاسيبه تي ان دومي كاينه في التمرين، الكتله راه معطيه هنا 10 الغرامات غتخليها بالغرام، تابيتا افوكادرو راه كاينه في التمرين عندكم، الكتله الموليه ديال اليورانيوم راه كاينه بالغرام مول موانزا. الجواب بالوحده العالميه اللي هي بيكرل. ادي السؤال الثاني، السؤال الثاني قال لي يعطيني واحد لا فورميل. اسمحوا لي نحيد هذا الشيء. السؤال الثاني قال لي يعطيني شي علاقه فيها ثلاثه د الحوايج. اسمحوا لي، كاين عدد النواه البدئيه ديال اليورانيوم. ملي تنقول عدد النواه البدئيه معناها في اللحظه تي ايكال ا زيرو، وعدد النواه ديال اليورانيوم عند اللحظه تي اللي غتشيط لو غيست، وعدد النواه ديال البي بي
المتكونة في اللحظة دي. يعني قالوا لي بالدارجة تعربت، أعطيني شي علاقة بين هذه وبين هذه وبين هذه. إذا شفتوا الشكل ما تحتاج حتى شي تفكير. دابا عدد النواة البدئي هادو هما اللي كاينين هنا، هاد العدد، هاد العدد راه هو هذا زائد هذا. داكشي اللي كان هنا شوقع، واحد شوية تحول للبي بي، واحد شوية شاط، يعني داكشي اللي كان هنا كامل راه غتقسم على جوج، واخا تكون مقاريش. إذا أش غنقول ليه؟ غنقول ليه بأن عدد النواة البدئية ديال اليورانيوم هذا، راه تنتكلم على هذا، أش غيعطيني؟ هو عدد النواة اليورانيوم عند اللحظة تي، بغيت نقول هذا تنتكلم المتبقي، في تاتونسيون، المتبقي، أش غادي نزيد عليه؟ عدد النواة ديال البي بي عند اللحظة تي، ولكن المتكون فورمي، هذا العدد يساوي هذا زائد هذا. السؤال الأخير، السؤال الأخير، قال لي أعطاني واحد العلاقة نبينها، سميتها العمر ديال الصخرة، عمر الصخرة. السؤال الثالث، قال لي التي، ولكن سميناها حنا عمر الصخرة. ماذا نقصد حنا بعمر الصخرة؟ باش تفهموها مزيان، دابا هاد الصخرة في الأول كان فيها اليورانيوم بوحدو، ياك اليورانيوم بوحدو، شوية بدات تتفتت، تتفتت هي أن داك اليورانيوم بدات ديزانتيغرا باش يعطينا سميتو. هي شحال تاع الوقت داز، هذا هو العمر، شحال تاع الوقت داز على داك الصخرة باش هاد العدد النواة ديال ان زيرو يعطيونا لي فالور ديالو. كي غندير ليها هما عطاونا واحد العلاقة طويلة، راه عندكم علاقة طويلة، سمحوا لي خصني نكتبها لان باش تعرفوا كيفاش غادي تفكر باش تدوز ليها. قال لي بين لي ان تي يساوي تي ان دومي على ياش الين جوج في الين واحد العلاقه طويله عامل واحد واحد طواله، كاينه ام ديال البي بي في الكتله الموليه ديال اليورانيوم على الكتله ديال اليورانيوم في الكتله الموليه ديال البي بي. هذه العلاقه اللي كاينه في الورقه. قال لي اعطينا سيدي هذه العلاقه. هذه هذا السؤال الدراري جا من ورا هذه، ها راه جا من ورا هذه. الى جا من ورا هذه يعني ان ماذا خاصك توظفها. شوف العلاقه اللي لهيه، قبل ما نبدا نخدم خاصنا بعدا نحطوا قانون التناقص الاشعاعي لانه مهم. هذا الا ما حطيتيه ما غدير حتى حاجه. اكسبونونسيال موال لامدا تي، هذا القانون اللي كتبنا باش ما تلفش، واش تنقصدوا به اليورانيوم؟ هادو هاد ان هادي، واش تنقصد بها اليورانيوم ولا تنقصد بها البي بي؟ فهم مزيان، هذا سميتو قانون التناقص الاشعاعي للماده التي تتفتت هي اللي ديزانتيغرات. شكون اللي تفتت هنا؟ كاين اليورانيوم، اذا هنا خصك دير اليورانيوم ان زيرو ديال اليورانيوم باش ما تدوخش. استاذ مزيان، شوف العلاقه اللي عطيت تما، دابا خصني نخدم هذه، هذه خصني نخدم بها. دابا هاد ان زيرو ديال اليورانيوم كاع ما مكتوب تما، ما كاينش، خصو يمشي بحالو، غتجيبو من هنا من هذه. اذا غنشد هاد العلاقه هذه، شوف واش غتعطينا. جبدوا لي منها ان زيرو ديال اليورانيوم، غتولي هي عدد النواه عند اللحظة المتبقية اليورانيوم، وغنقسم على هذا. إلا باغي تقسم على هذا لتحت، طلعو الفوق، غير ليه الإشارة، غادي يولي إكسبونونسيال لامدا تي. إذا هذه جبتها من هنا، كملوا معايا، غتعطينا إن عدد النواة اليورانيوم المتبقي عند اللحظة تي، زائد عدد النواة الرصاص المتكون عند اللحظة تي. العلاقة بدات الملامح ديالها تتبان. حنا اش بغينا؟ بغينا تي، ردوا معايا البال الله يرضي عليكم، بغيتي تي، خاصك تعزل دابا هادي، عزل اكسبونونسيال لامدا تي، خاصك تشد هادي تقسمها هنا كامل، غتجي هنا دير ان ديال اليورانيوم حيدها منها، هادي زائد هادي على هادي هي هادي، هادي على هادي هي واحد، زائد ماذا؟ عدد النواة
البي بي على عدد النواض اليورانيوم. بدا داك الواحد تيبان. شتو استاذ؟ دخل الان غتولي لامضاتي هي الان ديال واحد زائد عدد النواة ديال البي بي على عدد النواة ديال اليورانيوم. بدات تبان استاذ. اعزلوا لي التي. غتعطينا التي هي ان سور لامدا، ان سور لامدا ها هي، زيد في الان زيد ان بلوس كوا عدد النواة ديال البي بي على عدد النواة ديال من ديال اليورانيوم. شكون هي لامدا؟ لامدا شكون هي؟ هي ال ان 2 سور تي ان دومي. اذا كانت لامدا هي ال ان 2 سور تي ان دومي، هزها الفوقاش دير غتقلبها غتولي تي ان دومي سور لامدا، تي ان دومي سور ال ان 2. لاحظوا معايا، هاي ال ان هاو واحد هاو، بقات هاد القسمه خصني نردها هنا. كي غدير ليها خاص تدخل الكتله، تضرب بان ام صغيره على ام كبيره تساوي ان على ان. عندك ان جبدا من هنا ان، غتعطينا ام صغيره في ان ا ديفيزي باغ كوا لا مسمولير، دخلهم هنا. هاد القسمه اسمحوا لي غنشدها بوحديتها نفصل فيها عدد النواه البي بي على عدد النواه اليورانيوم تساوي، حيد ان غتولي ام صغيره ديال البي بي في ثابته افوكادرو قسم على الكتله الموليه ديال الماده ديال البي بي. نفس العمليه تعطيك الكتله ديال اليورانيوم في ان ا قسم على الكتله الموليه ديال اليورانيوم اختزل في ان ا، غتولي هي شكون اللي بقى الفوق؟ بقات الكتله ام صغيره ديال البي بي على الكتله الموليه ديال البي بي. هادي غتطلع الفوق تقلبها غتولي الكتله الموليه ديال اليورانيوم على ماذا؟ الكتله ديال اليورانيوم. وهاد القسمه غتحيدها من هنا غتبلاصيها بهادي، وهادي هي هادي انتو. اذا ما كاين حتى اشكال، خاصك غير تعرف تحسب واحد شويه. في واحد التمرين اش قالوا لهم؟ قال لهم بينوا بان تي تساوي تي ان دومي سور الين جوج في الين واحد زائد واحد سيغ اغ. هما يعطيهم اير، شنو هو اغ؟ اغ هو هذا المقدار هذا. كتبوا ليهم، كتبوا شدوا ما يقلبوا العفاريت، قلبوه شدوا هذا وما يقلبوه، داروا فيه ام ديال اليورانيوم في الكتله الموليه ديال البي بي على الكتله ديال البي بي في الكتله الموليه ديال اليورانيوم. الى كان ار هو، الى كان ار هو هذا، الى درتي واحد على ار غتقلب هذه تعطيك هذه، وتجبد الحاسبه تحسن مع راسك. كي غدير تحسب راني عطيك لي ماسا، لا ماس اليورانيوم هي 10 الغرامات، غتعوض هنا الكتله الموليه كاينه في التمرين، والكتله هذه هي 0.01 غرام. تجبد لي التي، ها انت لقيتي العمر ديال هذيك الصخره. اسمحوا لي نشوف ربما عندي لا فالور نعطيها لكم. وي غتلقاو 7.5 مليون سنه، 7 تخرج في 7 تقريبا فاصله 5 10 لا بيسونس سنه، يعني ان ديك الصخره، هذيك الصخره لان ديك الصخره حتى هي في الاول غادي تكون فيها مواد مشعه في الاول كما قلنا قبيله، نسبه الكربون تبقى ثابته كربون 14، ومع التفتت يبدا ينقص، يعني ان ديك الصخره ضاتي من نهار بدا فيها التفتت، من نهار بدا فيها تتفتت مع الزمن، تتفتت مع الزمن دست عليها شحال 7.5 مليون سنه. وكاين واحد التمرين هذيك الصخره اعتبروها هي الارض، كوكب الارض، قال لك بان ذاك كوكب الارض هي الارض، ان حتى هي تتفتت مع الزمن تيخرجوا منها اشعاعات بسبب تفتت الكربون 14، قال لك العمر ديالها. يعني شحال ديال الوقت داز على نهار بدات تكونات الارض، نفس المنهجيه، غير عوض ما داروا الصخره هما داروا لهم الارض، قالوا ما ديال اعتبرنا حنا لا تيغ، وبقاو غادي من نفس الاسئله. اذا تيبان لي التمرين واضح، التمرين 14 الله يعاون.
التمرين اللي جا في الورقه الاخر 15 هو نيت التمرين 14 الا قريتوه راه كفيه تحديد عمر الارض نفس المنهجيه نفس المنهجيه ونفس الخدمه بلا ما نديرو التمرين 16 التمرين 16 سمحوا لي الا قريتوه الله يرضي عليكم بحالو بحال التمرين 14 نفس الخدمه ديال هذه التمرين 17 قال لك تاريخ الترسبات البحريه 17 هذا قبيله درنا التاريخ ديال اش ديال القطعه ديال الخشب شويه درنا التاريخ ديال ما داير واحد الصخره دابا لا قال لك اخويا يلا نمشيو للبحر اجي نمشيو للبحر دابا الترسبات البحريه قريتو لي دوني غادي نمشي للسؤال الاول قاري لي دوني مع راسك يعطي الاورانيوم ما كاين حتى مشكل السؤال الاولاني فيه اليورانيوم يتفتت الى ماذا قال لك يعطي الاورانيوم المذاب في ماء البحر اليورانيوم المذاب في البحر في البحر ذرات ثوريوم تي اش مع انبعاث دقائق تعطينا تي اش هذا في تفاعل الفا وبيتا ومخلطين غتزيد اش او 4 جوج او موان زان زيرو غديروا هنا اكس ايكغ زيدوا الارقام اللي هنا وغادي تدخلوا قانون ماذا قانون صودي راه درنا في التمارين وتلقى اكس واي واحد جوج درنا المعادله هي هذه اول بعدا واحد الحاجه باش نفهموا قال لك يستعمل الثوريوم لتاريخ المرجان والترسبات البحريه لان تركيز الثوريوم على سطح الترسب الموجود في التماس مع الماء يبقى ثابتا ويتناقص حجز العمق داخل الترسب دابا البحر ياك تشوفو مزيان شوف البحر هو هذا البحر التمرين غيدور على واحد الحاجه غادي ناخذ واحد القطعه فيليزيه كاينه في البحر ولكن زين يستعمل الثوريوم لتركيز الثوريوم على سطح الترسب يبقى ثابتا دابا هنا لابارتي الفوقانيه دابا راه غارقه في الماء هاد لابارتي الفوقانيه فيها ماده ديال الثوريوم ولابارتي السفلى حتى هي فيها الماده ديال الثوريوم تي اش ولكن اش قالوا لي في التمرين قالوا لي بان الثوريوم اللي كاين الفوق يبقى ثابت هذا لابارتي اللي جات الفوقانيه في الماء تبقى كونستانت ولكن يتناقص حسب العمق دابا العمق هو هذا العمق اش كل ما تنزلوا هذه ابحاثها كل ما تنزلوا لا كونتيتي الثوريوم تتبدا تتنخفض اش هو تتنخفض تتفتت مزيان قال لي في السؤال واحد جوج نرمزوا لنشاط عينه الاشعاع الثوريوم تي اش 230 بلامدا لورانيوم بلامدا بريم دابا اليورانيوم لامضه ديالو سماوها لامضه بريم بالنسبه للثوريوم الدراري سماو لامضه ديالو لامضه الثوريوم اسمحوا لي غير هاد الثوريوم اللي كاين دابا هنا منين جا راه مذكور في التمرين قال لك يعطي الاورانيوم المذاب في ماء البحر يعني داك الماء البحر في واحد الاورانيوم المذاب هذاك الاورانيوم المذاب هو اللي عطانا الثوريوم حسب المعادله غير باش تعرفوا هذا منين جا السؤال اش قال لي قال لي بين ان النسبه قال لي بين لي بان عدد النواه ديال اليورانيوم عفوا ديال الثوريوم قسم على عدد النواة ديال اليورانيوم في واحد اللحظة تي تبقى كونستانت ولكن سؤال تما ما عطيه شنو هو قال لي بأن اليورانيوم والثوريوم عندهم نفس نشاط العينة المشعة راه كاينة في لي دوني كي غادي تخرجوها غاتمشيو للعلاقة ديال أ ولامضا و إن غاتكتبوها جوج المرات الله يرضي عليكم هادي غدير ا
قالوا لي بان نفس ا من هناش غادي نجبد، غندير ان عدد النواه ديال الثوريوم في واحد اللحظه تي اللي هي هذه، قسم على عدد النواه ديال اليورانيوم في اللحظه تي. الا درت هذا القسم هناش غتعطيكم ها، الا درت تي اش وقسمتي على هذه غتبقى لكم لامدا بريم سيغ لامدا، لامدا بريم تابيتا لامدا تابيتا، دونك هذه ستين كونستانت هي اللي طلبوا لينا في التمرين. السؤال الموالي، السؤال الموالي فينا هو فينا هو فينا هو دابا السؤال جوج، قال لي تتولد عن تفتت نواة الثوريوم. دابا مشاو لي دابا الثوريوم، الثوريوم هذاك الثوريوم مالو؟ قال لي تفتت. شكون الثوريوم؟ هو داك الثوريوم اللي تيكون رصيف ديك القطعة، ومنين جا الثوريوم هذا اللي تيترصب هنايا ماشي طاح من السماء، جا من اليورانيوم المدف في الماء، اليورانيوم المدف في الماء حسب المعادلة الفوقانية. هذا الثوريوم عطاوني لي فالور ديالو، سمحوا لي خصني ناخذ الأرقام ضروريين، 230 90، 230 90 مالو؟ قال لي يتفتت إلى الراديوم ار ا، يعني دابا هذا اللي كاين الفوق تا هو غيتفتت، هو جاب سبب تفتت اليورانيوم وتا هو غيتفتت يعطي حاجة أخرى، وتيبدا يتفتت هو مع العمق. شوفوا شوف كل ما تنهبطو كل ما تيتفتت كثر. تن 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 اسمحوا لي، تتولد كذا كذا نسمي انت النواة الثورية في العين المرجع ونسمي ان زيرو. قالوا لي بان ان زيرو هو عدد النواة ديال هذا، ولكن عند اللحظة تساوي زيرو. زيد هذا الامتحان ديال العلوم الرياضية، هما يعطيوني واحد الميبيان، عطوني واحد الميبيان اش فيه؟ فيه عدد النواة على ان زيرو اون فونكسيون دي طون كورب هكا، وهذا عدد النواة اللي عطاونا ديال من ديال الثوريوم هادي. قال لي جبد منها تي ان دومي، تحقق تي ان دومي، تتعرفوا بان في اللحظة تساوي تي ان دومي عدد النواة غيساوي ان زيرو سيغ دو، تنتكلم على الثوريوم الله يرضي عليكم، نهبط ان زيرو لتحت غتولي ان على ان زيرو هي ان دومي، ان دومي زيرو سانك، معنى ملي غتكون تي تساوي تي ان دومي هاد القسمة غتساوي صفر خمسة، غتمشي تقلب فين جاتك صفر خمسة هنا، سقطها عاود تسقط وها لا فالو ديال تي ان دومي. السؤال الرابع، السؤال الرابع نخليكم تقراوه غادي نمشيو مباشرة للجواب. اش دارو؟ بغاو يعرفوا شحال تاع الوقت داز من هنا لهنايا، يعني هاد الثوريوم دابا اللي كاين هنا، هاد الثوريوم اللي كاين هنا، هذه هي اللحظة تي تساوي شحال؟ تي تساوي زيرو، هي اللي كاينة هنا، وعدد النواة هو ان زيرو ديال الثوريوم. في لابارتي السفلية ديال هاد اللعيبة هادي اللي لقاوها في البحر، هادي دابا غادي ندوزو لواحد اللحظة تي، معناها شحال تاع الوقت داز على هاد الثوريوم اللي كاين الفوق باش يولي هنا، وراه عطاوني لي فالور ديال الكتل. الكتلة الفوقانية راه عطيناها لكم تما هي 20 ميكروغرام، هنا عطاكم الكتلة هي 1.2 ميكروغرام، يعني هنا كاينه كانت كاينه هنا 20 ميكروغرام ديال الثوريوم، ولكن لهنا شيطة فقط يلا 1.2 ميكروغرام، طبيعي لأن الكتلة تتفتت مع الزمن، إذا الكتلة سوف تنقص. قال لي شحال تاع الوقت داز من هنا لهنا يعني باش يولي هذا العدد يساوي هذا، كي غنديروا ليها؟ غادي يمشيو للعلاقة اللي معروفة، غادي ندير عدد النواة عند اللحظة تي تساوي عدد النواة البدئية اكسبونونسيال مو لامدا تي، هبط هادي لهنا تعطيك ان زيرو، خاص تجيب لي تي. هما اش عطاوك؟ عطاوك لي ماس، راكم عارفين واحد العلاقة درتها قبيلة بين عدد النواة والكتلة، غادي ترجعوا للعلاقة ديال ام صغيرة على ام كبيرة تساوي ان سيغ ان ا، غتبين بان هاد القسمة هي الكتلة عند اللحظة تي على ام زيرو هي اكسبونونسيال مو لامدا تي. ام لي تي هي 1.2، هادي راه معطية في التمرينة 1.2 ميكروغرام، خليها بالميكروغرام غتختزل، ام زيرو هي 20 ميكروغرام تعطيكم اكسبونونسيال مو لامدا تي، هادي غديرها بالحاسيب غتعطيك 6 × 10 وتناقي 2، شد هادي دخل الان
غتعطيك موال لمضات هي الان 6 في 10 اس ناقص 2 وجيب الحاسبه وحسب ليهم تي. هذيك اللحظه اللي غتلقى قلت هي المده الزمنيه اللازمه لك الطوريوم باش يتفتت من هذا العدد الى هذا العدد هذا، وكل ما زدنا في 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 العمق ديال الماء كل ما لا كونتيتي الطوريوم غتبدا تنقص، لان تتفتت مع الزمن وكاين في ليدوني وتزداد مع العمق، كل ما تدخل في الماء كل ما التفتت يتزاد. طبعا هذا التمرين رقم 17 اللي عطيكم في الورقه. كاين سمحوا لي واحد النوع اخر ديال التمارين هو عندي هنايا، قال لك تحديد الحقبه التي عاش فيها الفرعون توت عنخامون، الحقبه اللي عاش فيها غير بيت القصيد من هذا الشيء كله باش لقاو هذيك الحقبه. عطاوهم واحد الحاجه، عطاوهم الكربون 14 عاوتاني، عطاهم تي ان دي ديالو، عطاهم سيدي واحد 8.28 تفتت في الدقيقة، هذا التفتتات في الدقيقة، الواحد الجرام، الواحد الجرام من الكربون، ولكن عطاونا 12.54 تفتت في الدقيقة الكائن حي. دابا هذاك عنخامون هذاك المكعرفين القصة ديالو بغاو يعرفوا شحال باش مات. دابا الكائن الحي عطاوني لافالور ديال الأديرة هادي، هذا التفتتات في الدقيقة، ولكن في واحد اللحظة تي معينة لقاو غير 8.28. دابا هاد لي فالور هادو وحدة غادي تكون أ الأخرى غتكون أ زيرو، شكون فيهم اللي أ شكون اللي أ زيرو؟ تتعرفوا بأن في التفتت ديال أ أ ينقص مع الزمن، يعني أ زيرو هي القيمة الكبيرة، هي هادي، هادي هي أ زيرو وهادي هي أ، غديرو تاني أ تساوي أ زيرو إكسبونونسيال مور لامدا تي غتلقاو تي. هذيك تي شنو هي؟ هي ديك المدة اللي دازت من ورا الوفاة ديال هذاك إلى التاريخ فاش اكتشفوه. دابا هذه هي تا، هذه تي على زيرو كائن حي. علاش مشاو لكائن حي؟ لأن جميع الكائنات الحية عندهم لا ميم فالور ديال أ زيرو في الحياة، خداو منه ديك العينة، لقاو ديك نفس الكتلة من 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 هذاك وهذاك اللي مات، لقاو نفس لا فالور ديال أ زيرو، كتبوها لينا. هما اش داروا في التمرين؟ ما عطاوناش الرموز، غكتبوا لي فالور، انت غتعيق ملي غادي يكتب لي لي فالور، راه الكبيره هي ا زيرو وغتجبدوا تي. هذا واحد النوع اخر ديال التمارين. سمحوا لي نشوف واش باقي شي حاجه اخرى.